السلام عليكم. قد لا تصلح الهدنة ما أفسدته البندقية، وخصوصا في اشتباكات طرابلس الأخيرة، بعد أن بلغت الاشتباكات بين اللواء السابع ترهونة وكتائب طرابلس ذروتها، جاء الإعلان عن هدنة بين المقاتلين على لسان بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، وهي هدنة سارعت إلى دعمها الدول الكبرى المؤثرة في الملف الليبي أمثال الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا. ثم من يرى في هذا الاقتتال أنه تحريك للانسداد السياسي الحاصل في البلاد، بينما يرى آخرون أنه مطب قد يعطل رحلة المسار السياسي التي تنتظر استحقاق الانتخابات النيابية والرئاسية نهاية العام الجاري. هل ستصمد الهدنة هذه المرة بعد سقوط هدن عدة سابقة؟ وكيف سينعكس هذا التفاعل الأمني على العملية السياسية في البلاد، خصوصا بعدما هاجم غسان سلامة المبعوث الأممي الساسة الليبيين متهما إياهم بالبحث عن مصالحهم الضيقة على حساب الشعب الليبي؟ أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حديث العرب، نسلط فيها الضوء على التفاعلات الأمنية الراهنة في العاصمة الليبية وعلى آثارها المحتملة على المسار السياسي. اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين المجموعات المتناحرة في العاصمة الليبية طرابلس، اتفاق أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد اشتباكات خلفت حتى الآن عشرات القتلى والجرحى، اشتباكات وصفت بالأعنف منذ دخول حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج إلى طرابلس أواخر آذار سنة 2016. قوات اللواء السابع بمدينة ترهونة والذي حله المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في شهر نيسان الماضي بدأت الاشتباكات بالزحف نحو المدخل الجنوبي لطرابلس والاستيلاء على بعض المواقع بعد قتال مع الكتائب التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، الأمر الذي استدعى تدخلا من قوات من مصراتة والزنتان لفضل الاشتباكات بطلب حكومي، ثم ما لبثت دائرة المعارك أن اتسعت لتضم أطرافا ومجموعات مسلحة جديدة، ولتقترب طرابلس من خطر مواجهة شاملة لم يبدده الاتفاق الأخير لوقف القتال. غير أن ثمة بعدا آخر يزيد الأمر تعقيدا، فالاشتباكات في العاصمة الليبية تتزامن مع تسارع الخطى وتكثيف الجهود محليا ودوليا بهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات العامة المقررة في العاشر من شهر كانون الأول المقبل وفق اتفاق باريس المبرم في آيار الفائت، ما يعني أن هناك من الأطراف من يسعى لعرقلة المسار السياسي. ولعل ذلك ما دفع المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة إلى مهاجمة أعضاء مجلس النواب الليبي، ووصف بعضهم بالشخصيات الطموحة التي تعمل لمآرب شخصية وللبقاء في مناصبهم، بينما الشعب الليبي هو الذي يدفع الثمن. وبحسب محللين فإنه من الصعب والمبكر توقع مستقبل المسار السياسي في ليبيا بالنظر إلى احتدام الصراع المسلح في العاصمة واختلاف انتماءات وتوجهات المجموعات المسلحة المشاركة في القتال، الأمر الذي من شأنه أن يفرز معادلات جديدة للقوة في طرابلس، سواء بحسم أحد الأطراف للصراع عسكريا أو بتسوية سياسية ترسم خريطة جديدة لمناطق النفوذ والسيطرة. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذ محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني الليبي العام، ومن اسطنبول الدكتور خيري عمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة سقاريا. أهلا بكما، أبدأ معك من الاستوديو. الفصائل سواء كان اللواء السابع القادم من بعد 80 كيلومتر من ترهونة أو الفصائل أو كتائب طرابلس كتائب الثورة، كلهم يدعي وصلا بحكومة الوفاق، على ماذا يقتتل المتقاتلون إذن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة حكومة الوفاق هذه حكومة صناعة، يعني صناعة أجنبية تحديدا، القوة المتنفذة في الأمم المتحدة فرضتها على الليبيين. ليس هناك حكومة في ليبيا في طرابلس تكتسب شرعية من انتخاب أو استنادا على نص دستوري يعطيها هذه الشرعية، وحتى بموجب الاتفاق السياسي هذه الحكومة لم تمنح الثقة من مجلس النواب الذي يعترف به الاتفاق السياسي بأنه السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد. فطبعا هذا وضع قلق بالنسبة للليبيين، يعني هناك
حكومة وأفراد فيها أو عناصر فيها يباشرون سلطات دون مستند قانوني إلا اعتمادا على التأييد الغربي لهذه الحكومة. نعم. عندما لا تستند هذه الحكومة إلا على الأجنبي لن تضع في اعتبارها أي مصلحة للمواطنين والشعب الليبي، وبالتالي انهارت جميع الخدمات منذ دخول هذه الحكومة إلى ليبيا، انهارت جميع الخدمات وانهارت جميع الأداءات الحكومية في الدولة، ولم يعد هناك شيء. السيولة فقدت من المصارف الليبية، سعر الصرف الدينار الليبي انهار. أستاذ محمد، هل هذا الواقع والذي نحن طبعا لسنا بصدد مناقشة الحكومة بقدر ما نريد أن نناقش الاقتتال، هل هذا يبرر اقتتال الميليشيات أو الفصائل أو الكتائب؟ الحكومة هذه غير الشرعية اعتمدت على فصائل ميليشي، يعني فصائل مسلحة، إما أنها جهوية وإما أنها مؤدلجة. احنا عندنا الحكومة السعودية والمخابرات السعودية لعبت في الشباب الليبي وكونت منهم أيديولوجية المذهب المدخلي الذي يدين بالطاعة لولي الأمر، وخاصة ولي الأمر الذي يعينه الأجنبي، ولي الأمر الشرعي المنتخب هؤلاء ضده ولا يعترفون به. طيب. هؤلاء الفئة التي دربتها المخابرات السعودية وربتها المخابرات السعودية في يعني تحت ستار العلم الشرعي والتعليم الديني في المملكة العربية السعودية حملوا السلاح في الفترة الأخيرة وانضموا إلى هذه الحكومة التي يدعمها الأجنبي بطريقة أو بأخرى. الوضع يعني الوضع الخدمي اللواء السابع ما الذي دفع به إلى الذهاب الزحف 80 كيلومتر إلى جنوب العاصمة وفتح جبهات والسيطرة على عدد من المعسكرات والمناطق الحيوية في العاصمة؟ لماذا؟ لأن البلد انهارت، لأن الناس تعاني، النساء تبيت أمام المصارف تنتظر دورها في يعني هو يريد أن ينقذ اللواء السابع، يريد أن ينقذ البلاد. هذا الكلام الذي قيل، يعني احنا نحن نأخذ الناس على ظواهرها، يعني هذا كلام الذي أعلن لحماية الليبيين وحقوق الليبيين وحفظ كرامتهم من المهانة والمذلة التي ألحقت برجل الشارع الليبي والمرأة الليبية وبالطفل الليبي. أستاذ محمد، يعني بحثا عن تجلية الموقف أكثر للسادة المشاهدين، اللواء السابع كما تعرف أنه يحصل على دعم، ليس اللواء السابع فقط. نعم. هناك لواء سابع وهناك قوات أيضا من مصراتة ومن مهجري طرابلس. نعم. لكن اللواء السابع وهو يعني الجسم الرئيسي في هذه العملية. نعم. يحصل على دعم من اللواء 22 وهو مرتبط بحفتر في النهاية. أي بلاد يريد أن يقيمها؟ هي يعني الولاءات والتحالفات مرنة ومائعة ورجراجة في المشهد الليبي. اليوم حلفاء وغدا يفترقون، وبعد غد يعني الفصائل التي كانت في طرابلس كانت يعني لا تعترف إلا بشرعية المؤتمر الوطني العام، وفجأة انقلبت على المؤتمر الوطني العام وأدخلت حكومة الأمم المتحدة. حكومة. طيب. لو أذنت. فالولاءات هذه بنت ساعتها يعني. طيب. ليس. سنعود إلى مناقشة الولاءات أو محاوراتها، لكن دعني أذهب إلى إسطنبول مع دكتور خيري عمر. دكتور خيري، لو وسعنا زاوية النظر إلى الحاصل الآن في طرابلس، في أي سياق محلي ليبي إقليمي دولي يمكن قراءة هذه التطورات الأمنية برأيك؟ أعتقد أنه يمكن قراءة ما يحدث في طرابلس وفي ليبيا بشكل عام في سياق أن المراحل الانتقالية في ليبيا استصحبت كثير من المشاكل على مدى السنوات السابقة. فعلى سبيل المثال أنه صار خلاف حول صلاحية الإعلان الدستوري الانتقالي في عام 2014، وأنه بعد صدور الاتفاق السياسي ورث هذه المشكلات أيضا، بحيث أنه لم يتم التوافق عليه، وبالتالي أن المؤسسات التي انبثقت عنه ظلت محل خلاف بين كثير من الأطراف الليبية، سواء في طرابلس أو في بنغازي في شرق ليبيا أو غربها أو حتى الجنوب. وبالتالي أن المشكلة الأساسية في ليبيا هي مشكلة الإنكار أو عدم الاعتراف المتبادل، ولكن أن المشكلة ما يحدث في طرابلس الآن هو نتيجة يعني
انخفاض الأفق السياسي لكثير من الأطراف، يعني رغم أن هذه المشكلة كبيرة وأكبر من حلب بنغازي بكثير، لأن هناك كثير من الأطراف لا تعرف مدى ما هي طبيعة هدفها، ولا تعرف أيضا لتقاتل لصالح من، وهل هي ميليشيات أم يعني قوات منظمة منضبطة تحت جهاز الأمن والجيش. المشكلة هنا أنه ليس هناك تصور لماذا سوف يحدث في الغد. هل يتم تطوير حكومة المجلس الرئاسي؟ هل يتم إعادة تشكيل مؤسسات الدولة بطريق الانتخاب؟ المسألة أن الوضع السياسي في ليبيا يدخل على مرحلة فراغ. إلى أين تتجه؟ أعتقد أن هناك كثير من النقاشات والأمور التي تتعلق بأن إزاحة قوات ما إلى ميليشيات أخرى، أعتقد هي النقاش الذي يدور. فبالتالي ما أراه من أن ما يمكن أن يصل إليه الوضع في طرابلس هو أن تكون هناك ما زالت هناك فرصة دخول في حرب مفتوحة أو معارك مفتوحة، يعني هي المرجحة. لو أذنت لي دكتور خيري أن نرحل الحديث عن تداعيات ما يحصل في طرابلس إلى مرحلة متقدمة من الحلقة، وربما يكون هذا في المحور الأخير، لكن قبل ذلك أريد أن أعود مرة ثانية إلى الاستوديو. بعض المراقبين الليبيين قال بالحاجة الليبية إلى قوات من الأمم المتحدة لإنهاء الحالة الميليشياوية في البلاد، ما مدى تقبل الليبيين لهذا الطرح؟ والله احنا الليبيين حسب تجربتنا مع الأمم المتحدة، هي سبب المشكلة الليبية. المشكلة الليبية صار هناك خلاف دستوري على مسألة شرعية الأجسام الشرعية، الأجسام السياسية في ليبيا، وصدر حكم دستوري من المحكمة. يفترض أن هذا الحكم الدستوري يقبل به جميع فرقاء الخلاف المختلفين وتدعمه الأمم المتحدة باعتباره صادر عن مؤسسة لم تدخل، مؤسسة القضاء لم تدخل الصراع السياسي في ليبيا، لم لا في جانب هذا الطرف ولا في جانب هذا الطرف، وجميع الأطراف التي مختصمة في القضية التي حكمت فيها المحكمة الدستورية كانت ممثلة بمحاميها وممثليها أمام المحكمة وأدلت بدفاعها وقال القضاء كلمته. لكن الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص نظرا لأنه تقاضى رشوة من دولة الإمارات في سبيل إرباك المشهد الليبي، واللعبة الإمارات في دول الربيع العربي معروفة، من أجل ذلك ألغى يعني أو لم يلقي بالا للحكم، يعني نبذ الحكم القضائي وراءه وقال أن المشكلة في ليبيا ليست مشكلة قانونية ولكنها يا سيدي مشكلة سياسية، صح، لكن جميع المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية إذا قال فيها القضاء كلمته خلاص ينتهي النزاع. لكنه أصر على أن ينبذ هذا الحكم وراءه، وبالتالي شعر المحكوم له بأنهم مظلومون في هذه المسألة. يعني تظن أن الليبيين لن يقبلوا بطرح قدوم قوات من الأمم المتحدة لمساعدة الليبيين على الانتهاء من هذه الحالة؟ الليبيين لم يقبلوا وجود قوات أجنبية على الأرض حتى في 2011 وهم في غاية ضعفهم أمام آلة القذافي العسكرية الرهيبة، وقالوا للمجتمع الدولي أننا لن نقبل جندي على الأرض إذا كانوا بتعاونونا في أنكم أنتم تمنعوا ديروا يعني حظر جوي بحيث أنه يمتنع على القذافي استعمال السلاح الجوي ضد قوات الثوار، أهلا وسهلا، إلا فنحن سنقاتلكم كما نقاتل قوات القذافي على الأرض. هذا تكريس لمنطق الميليشيات في ليبيا؟ لا، كيف يعني ما الحل إذا لم تقبلوا بقوات حيادية من الأمم المتحدة للفصل أو لإنهاء حالة الميليشيات التي بنهاية تساعد على عدم استقرار ليبيا حتى الآن؟ ما الحل؟ الحل في أن نقبل حكم القضاء. القضاء في أي دولة هو أكبر مظهر من مظاهر السيادة في الدولة، وإذا ألغينا حكم القضاء ونبذناه وراء ظهورنا غدا نختلف على أي شيء نتفق. أستاذ محمد، هذا كلام يعني قد يكون مناسبا جدا ولكن في الإطار النظري. الآن أنت أمام واقع ميليشياوي، الكل يحتكم إلى لغة الزناد والسلاح، كيف ستعالج هذه المشكلة إذا لم تأتي بقوة من الخارج؟ لأن الوضع خلق بقوة الزناد والسلاح. طيب، عندما أي حل يكون على 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 القوة فقط، وأنت تعتمد على فائض القوة لديك عندما ترغمني على قبول شيء،
بمجرد ما تنقلب ميزان القوة سينقلب الوضع فورا يعني هذا طيب. شيء سواء كان في المستوى على المستوى المجتمع الداخلي ولا حتى في المجتمع الدولي. عندما فرض معاهدة فرساي على ألمانيا 20 سنة مهينة لألمانيا، بعد 20 سنة قامت الحرب العالمية الثانية بسبب يعني اختلال ميزان القوة الذي كان مقرر بعد الحرب العالمية الأولى. هذا شيء طبيعي، أي شيء يفرض بالقوة وبالإكراه طيب يعني لا استمرار له. هل تريد مثلا من المشاهد الليبي أن يقتنع بأنه يا ليبيين ينبغي أن تستمعوا إلى لغة العقل وتحتكموا إلى القضاء؟ هل ستجد هذه الصرخة أذانا؟ يعني منذ 7 سنين يقال هذا الكلام لم نجد نتيجة، فما الحل العملي؟ لأن الأمم المتحدة وقفت ضد حكم القضاء في ليبيا. الأمم المتحدة أو مبعوثها وقف ضد لو كان الدعم الدولي، هي بعثة من أجل الدعم في ليبيا، هي كسرت مظهر السيادة في ليبيا، كسرت هي لعبت لعبة خبيثة. طيب بسبب ما البديل؟ لا نريد أمم متحدة في ليبيا، ما البديل؟ البديل أن يتفق الليبيون على حكم. كيف الليبيون هناك قوة يعني التي صنعت ثورة فبراير ما زالت محتفظة بأهداف ثورة فبراير بإقامة دولة القانون والمؤسسات وإقامة دولة والتداول السلمي على السلطة، لكن أضعفها الدعم الدولي لقوة الثورة المضادة، لقوة حفتر، لقوة الانقلاب. هذه الهدنة التي سارعت الأمم المتحدة، الآن لم يمضي أسبوع على القتال في ليبيا إلا وجلست الأمم المتحدة مع بعض الليبيين لإقرار هدنة. في بنغازي 4 سنوات الحرب لم تحاول الأمم المتحدة فرض هدنة، لأنهم يريدون لحفتر في ظل الدعم الموجود الإقليمي والدولي يريدون أن يسيطر على بنغازي، ورغم المجازر ورغم الجرائم البشعة التي ثبت أن ميليشيات حفتر، ولا أقول جيش حفتر، يعني لم تحرك فيهم ساكنا، في درنا كذلك لم يحرك ساكنا المجتمع الدولي والبعثة الأممية من أجل إقامة هدنة. هذا يعرف لهذا يعرف الليبيون أن تدخل الأمم المتحدة ليس في مصلحة الليبيين. أستاذ محمد، كلامك وجهة نظرك متفهمة، ولكن الآن أنت أمام خريطة عسكرية جديدة على الأرض الليبية ينبغي التعامل معها بشيء من البراغماتية. دعني أسمع رأي الدكتور خيري عمر. دكتور خيري، هل الليبيون ليسوا بحاجة إلى مزيد من التدخل الدولي كما قال ضيفنا الأستاذ محمد مرغم، أم أنه شر لا بد منه لإنهاء المعاناة الليبية؟ أعتقد أن التدخل الدولي منذ عام 2011 لم يكن إيجابيا للسياسة في ليبيا، وأنه كانت له تداعيات كارثية فيما بعد ذلك، بأنه نقل ليبيا من الفصل السابع حسب المادة 39 التدخل العسكري إلى المواد 40 و41 و42 نعم، اللي هي صيغة البعثة الدعم الدولية، وأنه في ظل هذا الوضع ترسخت علاقات لكثير من الأطراف الليبية تسعى بشكل قوي للحصول على الدعم الخارجي، وهذه هي المشكلة الأساسية الآن، أن كثير من الأطراف الليبية تعمل لحساب دول أخرى وسياسات لا مصلحة فيها للشعب الليبي أو لا مصلحة فيها لبناء المؤسسات. وما حدث منذ نهاية عام 2015 بصدور الاتفاق السياسي أن الخلافات كانت هي ترجع بشكل أساسي للتحيز الدولي ولطلب كثير من الليبيين للاحتكام لما يسمى لما يطلقون عليه الشرعية الدولية التي كانت سببا في هذا الانقسام. وبالتالي إذا أراد الليبيون أن يكون الحوار بينهم أعتقد أن هذا سوف يكون أفضل، وكان هناك نموذج في تونس عام 2016 الحوار الليبي الليبي. النموذج في تونس كان مدعوما من الأمم المتحدة. لا، لم يكن مدعوما من الأمم المتحدة. الأمم المتحدة مارتن كوبلر رفض هذا القرار، وكان من الواجب على الليبيين أن يتمسكوا. يعني هو رفض مخرجات الحوار ولكن دفعوا إلى هذا الحوار في المغرب. لا لا، وفي تونس لا، كان هناك مساران متوازيان، مسار يدعمه رئيس البرلمان ورئيس المؤتمر الوطني العام، وهناك كانت خلافات بين الليبيين على مدى مشروعية هذا القرار. بعض الكثير من الليبيين ذهبوا إلى الصخيرات وتركوا هذا الحوار الوطني، كان من الممكن أن يمثل نقطة مهمة في تصحيح النظر للتدخل الخارجي أو العامل الدولي. أعتقد أن
الوضع الآن صار معقدا للغاية. نعم. فإذا كان على الليبيين أو لديهم القدرة على تجاوز مرحلة الاحتكام إلى الأطراف الدولية، فإنه يمكنهم بكثير من ببعض التنازلات. يعني إذا كانت التنازلات للحكومة في الشرق والتنازلات للقوى في الغرب، أعتقد يمكن الوصول إلى يعني لكن إلى مرحلة التفاهم. يعني دكتور خيري، يعني قبل أن أذهب إلى الفاصل، يعني أرى لو أنه كما لو أن هناك تناقض في هذا المحتوى الذي يعني أسمعه من جنابك. يعني الليبيون متعددو الولاءات منقسمون ومتعددو الولاءات للدول والكبرى والإقليمية، كيف سيجلسون على كلمة سواء وهم متعددو الولاءات إلى الدول الخارجية؟ تمام. يعني ما لاحظته في معالجة أزمة النفط الأخيرة، أزمة الهلال النفطي، وجدت تقاربا بين أطراف لم تكن تستريح لبعضها أو لم تكن تقبل بعضها في الوقت السابق. يعني إذا ما رجعنا البيانات المتعلقة بقوى سياسية وعسكرية من غرب ليبيا وقوى سياسية وعسكرية من شرق ليبيا، أعتقد كان الخطاب متقاربا على أنه لابد من الوصول إلى إطار سياسي لحل هذه المشكلات. هذا الموقف يمكن تطويره. يعني ما لاحظناه في الفترة الماضية أن هناك ما يقرب من 80 نائب في مجلس النواب اجتمعوا على أنه لابد من تعديل المجلس الرئاسي، لابد من إعادة صياغة الوضع السياسي في العاصمة وإعادة هيكلة الأمن. أعتقد اجتماع 80 نائب بهذا الشكل يمكن أن يوفر أرضية سياسية لكثير من التصرفات التي تحقق التقدم نحو وهم قالوا بعدم شرعية حكومة الوفاق. هذا التطور يزيد الأمور تعقيدا. نريد أن نبحث هذه المسائل بعد العودة من فاصل، لو أذنت لي نتوقف مع فاصل قصير قبل معاودة الحديث. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن أحداث العاصمة الليبية طرابلس الأخيرة وتأثيرها على مجمل المشهد الليبي. أستاذ محمد، البارحة وقع الأطراف المتقاتلة في طرابلس هدنة أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، كيف تنظر إلى هذه الهدنة وما مدى فرص صمودها؟ ما فرص صمودها الآن؟ هو أولاً هذا نوع من التدليس الذي تمارسه البعثة الأممية من 2015 كيف؟ الأطراف التي وقعت في إصخارات ليست أطراف النزاع الحقيقية. يعني أحضر مجموعة من الليبيين بأسمائهم 24 شخص ووقعوا اتفاقا سياسيا، وما لا البرلمان ولا المؤتمر الوطني العام ممثلين فيه، وإن كان فيه أعضاء من البرلمان لكن لم يكونوا مكلفين بقبول هذا الاتفاق والتوقيع عليه. في إطار فردي وليس مؤسسي. في إطار فردي. الآن هذه الهدنة، ونحن عندنا تجربة من 48 في حرب فلسطين، الهدنة لا تفرضها الأمم المتحدة إلا إذا كان الطرف الذي تؤيده القوى الأجنبية هو الذي ضعيف وتعطيه تريد أن تعطيه نفس. ومن هو الطرف الضعيف الآن في الصراع؟ الطرف الضعيف في الصراع هو الميليشيات التي في طرابلس وتحمي حكومة الوفاق، وفي نفس الوقت تبتز حكومة الوفاق وتأخذ منها اعتمادات وتأخذ منها نقود وتأخذ منها أموال، وحرمت الشعب الليبي من فرصة يعني تمتع حتى بحقوقه، حتى مرتبات الناس يعني لم يلحقوا أن يصلوا إليها. طيب. هذه الميليشيات التي يقول يدينها المبعوث الأممي ويقول هناك فساد، وهناك تقرير حتى من معهد أبحاث ألماني يقول أن هذه ميليشيات مافيوية يعني استعملت السلاح من أجل الحصول على المال والسيطرة على الحكومة. هذه الميليشيات هي التي في هذه المواجهة هي التي كانت في موقف الضعف، يريدون إنقاذها
يريدون إنقاذ هذه الميليشيات لتبقى الفوضى ولتتاح فرصة أخرى لخلق ظروف أكثر نضجاً وموضوعية. يعني أنت ترى هذه الهدنة هي شر على الليبيين؟ طبعاً، وكان مفروض أن يحسم النزاع من الأيام الثلاثة الأولى، وتطرد هذه الميليشيات التي ثبت بالبرهان بالدليل أنها كانت أمراء الميليشيات هؤلاء كلهم لديهم شركات ويأخذون الاعتمادات بالقوة، الاعتمادات المستندية، ويأخذون الأموال ولا يستوردون بضائع للشعب الليبي، يعني يضخون الأموال ويدخون الدولار في السوق السوداء ويبتزون الشعب الليبي. سرقة، نهب، مش غير نهب بقوة السلاح. طيب، للخزانة العامة. دكتور خيري، يعني كما هذه القوات كانت مهزومة في كانت قوات اللواء السابع وقوات مصراتة وقوات التي هجرت من طرابلس، القوات الثورية اللي ثورت فبراير التي هجرت نتيجة دخول قوة الفرقاطة حكومة الوفاق هذه إلى طرابلس، يعني هجروا من طرابلس والآن يريدون أن يعودوا إلى أماكنهم ويعودوا إلى بيوتهم ويعودوا إلى معسكراتهم. طيب، وضحت الفكرة. دكتور خيري، يعني هل مسارعة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، مسارعتهم لدعم والموافقة على هذه الهدنة ودعمها، هل هذا يفسر رغبتهم في دعم الطرف الخاسر في الاشتباكات الحاصلة الآن في طرابلس، أم أنهم يريدون تحقيق حد أدنى من الاستقرار في ليبيا بسبب مسائل مرتبطة بالهجرة ومسائل أخرى كما تعرف؟ هو إذا ما راجعنا بيانات الدول الأربعة أو الخمسة أحيانا نلاحظ أنهم يصدرون بيانات سريعة فور الأحداث، لكن ما يتعلق بهذه الحالة في تقديري أن سرعة إصدار البيان هي تتعلق بحماية فايز السراج، بحيث يظل صيغة الاتفاق السياسي والحكومة أو المجلس الرئاسي بتشكيله الحالي هو قائما. ومن هنا يعني إذا ما رجعنا هذه البيانات أيضا في وقت السابق نلاحظ أنها لم تكن فاعلة بالقدر الكافي وليست مؤثرة على مجريات السياسة في ليبيا، وبالتالي أعتقد أنها ليست حامية للهدنة بقدر ما أنها تحاول إثبات موقف، لأنه إذا أرادت أن تحمل هدنة قد تستعيد للتدخل العسكري مرة أخرى من الضربات الجوية، يعني كما يحدث في بعض الحالات في مقاومة داعش. لكن البيان بهذه الصيغة يعني عندما تطالعه تلاحظ أنه يعني ليس بيانا، يعني سوى تأكيد أن في هذا السياق. دكتور خيري، في هذا السياق يعني هل تملك هذه الهدنة فرصة للصمود في ظل دعم هذه الدول الأربعة برأيك؟ البعثة الأمم المتحدة أعتقد ارتكبت خطأ مماثلا لفرض اتفاق الصخيرات. فرض اتفاق الصخيرات فرض يعني رغما عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني، وبالتالي كانت هناك قوة سياسية كبيرة خارج هذا الاتفاق. ما حدث في الهدنة في مدينة الزاوية أن هناك أطراف كثيرة بالفعل هي خارج هذه الهدنة، وفي تقدير أنه طالما الهدنة لم تحل المشكلة الأساسية فإنه هي معرضة للخطر أو معرضة للانتهاك. فأعتقد في الأيام القليلة القادمة إذا لم يحدث تطور مهم، خصوصا أن كثير من المؤسسات الحكومية هي تخضع لهيمنة الميليشيات الموجودة في القائمة في طرابلس، والتي يعني تتواجد على الساحل البحر حيث المطار، حيث وزارة الخارجية وكثير من المؤسسات الأخرى. فبالتالي إذا لم تكن هذه الهدنة واضحة في إلى أين تقود الصراع المسلح داخل طرابلس، هل تحسمه، هل تخفف منه، هل تفرض حلولا أخرى بحيث إدماج هؤلاء المسلحين أو على تشكيل القوى الأمنية. وبالتالي المشكلة في التقدير عندما تقرأ نص المبادرة أو اتفاق الهدنة ونص وأطرافه الموقعة عليه يمكن الوصول بسهولة إلى أن هذه نوع من الهدنة الهشة. طيب، جيد. أستاذ محمد، يعني أنت تقول بأن اللواء السابع ومن يدعمه قوات مصراتة وغيرهم يريدون أن يسترجعوا طرابلس من هذه الميليشيات التي تدعم حكومة عينتها الأمم المتحدة بحسب ما تفضلت،
لماذا إذا كان الأمر كذلك وافق اللواء السابع المهاجم على عقد عدة هدن قبل أن ترمي الأمم المتحدة بثقلها؟ يعني هو وافق على الهدن من حيث المبدأ مع القوات الميليشيات التي تسيطر على طرابلس. والله الوضع العسكري على الأرض ومن يخرق هذه الهدن ومن هو فيه، يعني عندما هم أعلنوا هدفهم إخراج الميليشيات من طرابلس، ما دام الميليشيات مستمرة في التواجد في طرابلس وهيمنتها على الحكومة وعلى مقرات الدولة السيادية، لن يتحقق هدف هذا الهدف العملية، عملية تطهير طرابلس من الميليشيات. وبالتالي سيكون هذا سيكون حتى عندما أعلن اللواء السابع قبوله بالهدنة دي التي لم يشارك فيها، على فكرة زي ما قال الأستاذ دكتور خيري، الموقعون على هذه الاتفاقية ليسوا أطراف النزاع، لم يوقع عليها لا اللواء السابع ولا مصراتة ولا قوات طرابلس العائدة إلى طرابلس، لم يوقع عليها، أدخل أطرافا منتفعة، ويعني وهناك أناس يعني عندهم لما يلقوا الموعود الدولي كأنهم لقوا السلطان، ولا لقوا يعني في شيء من البروستيج، وشيء من يعني استغلوا يعني حاجة نفسية عند بعض ضعاف النفوس وجمعوهم وصوروا مع المبعوث الأممي ووقعوا اتفاق، ليسوا أطرافا في هذا النزاع. بالتالي ما دام هذه العملية لم تحقق أهدافها ولم تخرج الميليشيات ولم تسلم المقرات السيادية للقوات الأمنية الرسمية والجيش الرسمي الليبي، ستظل هذه الهدنة هشة وعرضة للاختراق في أي لحظة. والآن الدم سال، يعني من الصعب أنه يعني يصبح يعني التسليم بنصف المرحلة ونصف ستكون هذه الهدنة يعني تنتظر فتيل واحد أو عود ثقاب واحد لإشعالها مرة أخرى. أنا لا يعني لست متفائلا بهذه الهدنة، لأن أطرافها ليسوا أطراف النزاع الحقيقيين، ولأن الأوضاع غير مستقرة التي خلقت النزاع أصلا ما زالت مستمرة، ما زالت الميليشيات تريد الاحتفاظ بمواقعها حول الحكومة وتريد أن تبتز الحكومة، وهذا اللي أصلا خلق النزاع هو. فأنت يعني كيف تطلب هدنة من شخص إلا إذا كان قضيت على القوة المهاجمة انتهت تماما، يعني وبالتالي ما عاش حد يقدر يطالب بأنه يتخرج هذه الميليشيات. ثمة من يقول بأن هذه النزاعات في طرابلس ستؤثر بشكل أو بآخر على العملية السياسية وعلى الانتخابات النيابية والرئاسية التي ستجري في نهاية العام. نريد أن نبحث هذا بشيء من التفصيل، ولكن بعد الفاصل لو أذنت لي فاصل أخير ومن ثم لنا عودة. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. دكتور خيري، إلى أي مدى ستؤثر هذه النزاعات في طرابلس، وهي نزاعات انتهت بهدنة في ظل استمرار الأسباب التي نشأت هذه النزاعات بسببها كما قال الأستاذ محمد مرغى معي في الاستديو؟ السؤال، لدينا بعد 3 أشهر تقريبا انتخابات نيابية وانتخابات رئاسية، هل يمكن أن تتأثر هذه الانتخابات بما حصل في طرابلس كما ذهب غير مراقب ليبي وغير ليبي؟ الانتخابات كانت حلا يعني مطروحا منذ سبتمبر الماضي، وقد طرحتها الأمم المتحدة في صيغة خريطة لبناء السلام في ليبيا، لكن مع مرور الوقت تدهورت أو تراجعت فكرة الانتخابات، وخصوصا منذ أبريل مايو 2018، وانتهى أي أمل في إجراء الانتخابات بعد فشل المبادرة الفرنسية واحتلال
ونشوب المعارك حول الهلال النفطي. فبالتالي أن مسألة الانتخابات أعتقد يعني تضاءلت فرص تحقيقها هذا العام، وقيل في وقت أن في بداية العام القادم، لكن باندلاع النزاعات أو الصراع المسلح في طرابلس أعتقد أن أي أمل في إجراء الانتخابات حتى في العام القادم ليس مرجحا كثيرا، وخصوصا أنه سوف تقل، يعني هناك سوف يثار جدل حول مرجعية الاتفاق السياسي وكيف يتم تطبيقه للمواد 15 والمواد 64 وكثير من الأمور التي ستثار، هل يظل مرجعية دستورية أم لا. لكن دكتور خيري، أنت قلت تضاءلت جدا فرص إجراء انتخابات في ليبيا، يعني هل من مصلحة الليبيين أن يؤخروا انتخابات أكثر من مما أخروها؟ الظروف تعقدت للغاية، يعني ليس هناك يعني مؤشر واضح يقول أن نتائج الانتخابات ستحترم، يعني كان من الممكن أن يكون ذلك في حالة انحصار النزاع في المنطقة الشرقية وأن الأمور فيها استقرت إلى حد كبير، إنما اندلاع الصراع بهذا الشكل في المنطقة الغربية يعني سوف يعني يطيح بأي فرصة لإجراء الانتخابات في المدى المنظور، إلا إذا كانت توفرت إرادة أخرى أن تكون هناك توافق على أن المضي نحو الانتخابات أو الاستفتاء الدستوري يمكن أن يشكل حلا مشتركا لكثير من الأطراف بما فيها المكونات الثقافية الأمازيغ والطوارق والتبو، يعني هناك أيضا صراع في الجنوب لا يمكن إغفاله لكنه لم يتم التداول إليه أو الإشارة إليه في وسائل الإعلام بشكل ما، لكن بالتالي أن البيئة الحالية يعني صارت مختلفة تماما عن شهر سبتمبر عام 2017، بحيث أنه يصعب يعني بناء يعني الحد الأدنى الملائم لإجراء الانتخابات، يعني كيف يتم ذلك وهناك مشكلة في السيطرة على مؤسسات الدولة، يعني هيمنة الميليشيات على مصر في المركزي، يعني هيمنة الميليشيات في طرابلس أيضا على عوائد الدولة العوائد الأساسية للدولة، وكل هذه المشكلات يعني كيف يتم ذلك، يعني وكانت هناك شكاوى كثيرة من أن عائدات النفط، يعني السيد خليفة حفتر القائد العام يعني أعلن أن هدفه الأساسي من السيطرة على الموانئ النفطية ونقل تبعياتها للحكومة في شرق في البيضاء هو ألا تذهب هذه الأموال إلى الجماعات الميليشيات المسلحة، وبالتالي هناك مشكلة أو في ذات الوقت، ولكن هناك إدراك مشترك أن هذا الوضع طيب. في طرابلس يؤثر على كثير من يؤثر من مصالح الدولة، يؤثر على مصالح الدولة. وهنا أريد أن أسأل الأستاذ محمد، يعني هناك انسداد سياسي واضح في ليبيا وحالة احتقان ينفس عنها بشكل في كل مرحلة زمنية كل مدة بشكل اقتتال صراع كتائبي ميليشياوي إلى آخره. هذه الهدنة حتى لو افترضنا أنها ستصمد وستهدأ الأحوال في طرابلس، إلى أين يتجه الوضع السياسي في ظل المعطيات الراهنة؟ يتجه إلى المجهول، ليس هناك أي أفق سياسي لدى جميع الأطراف، يعني ليس هناك مرجعية متفق عليها، حتى الدستور الذي يعني صاغته هيئة منتخبة الآن عليه خلاف. حفتر في الشرق لا يريد تقديم هذا الدستور أو هذا المشروع للاستفتاء على الشعب الليبي، وأنصاره في وهناك من له يعني من يؤيده في هذا في المنطقة الغربية وإن كان قليل، يعني لكن ليس هناك مرجعية تستند عليه هذه الانتخابات. على أي أساس أنت بتدير انتخابات؟ يعني ما هو السند القانوني لإقامة هذه الانتخابات؟ حتى مؤسسة دستورية تشريعية يعني تصدر قانون للانتخابات أو تصدر قانون للاستفتاء على الدستور، ليس هناك مؤسسة تشريعية متفق عليها بين الليبيين. بالتالي الوضع يعني مرشح لمزيد من التفاقم، مرشح حتى لو وقفت الأمم المتحدة بقوة وراء تقريب وجهات الأمم المتحدة أنا أطلب من الأمم المتحدة أن ترفع يدها عن ليبيا. الأمم المتحدة منذ أزمة فلسطين لم تفعل شيئا، في اليمن لم تفعل شيئا، في سوريا لم تفعل شيء. الحوار الوحيد الذي نجح في دول الربيع العربي هو الحوار الذي لم تشرف عليه الأمم المتحدة في تونس،
الحوار. طيب الحوار التونسي تونسي. أنت يعني أنت أنت الآن بين النهضة أتيت على النقطة المهمة. التونسيون سدوا الذرائع أمام الأمم المتحدة، ماذا فعل الليبيون حتى يسدوا الذرائع؟ هذه مشكلة الليبيين الآن. الليبيين عندما ترفع الأمم المتحدة يدها على ليبيا، هناك حكماء في ليبيا، هناك صلة قرابة ورحام بين الليبيين. أين هم الحكماء الآن؟ لأن في حرب يعني بالوكالة، فيه في ضخ أموال، فيه تحريض، فيه يعني استقطاب. فرنسا قتل لها جنود في بنغازي، قتل لها جنود اعترف بهم أولوند الرئيس السابق. المصريين يقاتلون ويعترفون بقصفهم لدرنة ولبنغازي ولقنفودة. هناك ترى أطراف أجنبية يجب أن يفهم الليبيون أنها لا تريد مصلحتهم، لا تريد لا مصلحتك أنت ولا مصلحة أخوك الذي تقاتله. عندما يفهم الليبيون مثل هذا ويعودوا إلى رشدهم. يعني أنت في كلامك هذا تفترض أن جميع الليبيين مضللون ولا يعرفون أن الأطراف الجهات الخارجية لا تريد مصلحتهم، لماذا لا تفترض أن هذه الجهات بعض الجهات الليبية تعلم ذلك وهي تعمل بإرادتها؟ لا، هناك يعني هناك مثلاً. هو حفتر أعلن صراحة وقال أنا مع مصالح مصر حتى ولو كان ضد مصلحة ليبيا. طيب. هل هناك يعني بعد هذا التصريح هل هناك صراحة؟ طيب. أكثر وحفتر قوة عسكرية يعتد بها على الأرض. إذا أرادت الأمم المتحدة أن تحل المشكلة في ليبيا عليها أن ترغم أو تلزم مصر والإمارات والسعودية برفع أيديها، وفرنسا برفع أيديها عن دعم الأطراف الليبية التي تدعمها، والطرف الآخر الليبي ليس لا يدعمه أحد، لا يدعمه إلا ماضيه المشرف في فبراير ورغبته الصادقة في إقامة دولة القانون والمؤسسات. طيب دعني أسأل الدكتور خيري. دكتور خيري، هل يمكن للليبيين أن ينجزوا حلا سياسيا بمفردهم بعيدا عن وصاية الأمم المتحدة؟ أعتقد أن المشكلة ليست عند الأمم المتحدة. يعني هو إذا رجعنا تاريخ الأمم المتحدة نجد أنها لم تنجح في مشكلة في حل مشكلة ما يعني. طيب. على مستوى العالم. لكن أعتقد أن الليبيين لم ينجحوا في تطمين العالم الخارجي بأنهم قادرين على تكوين حكومات قوية. يعني منذ عام 2011 وحتى الآن، يعني حتى بعد انتخابات المؤتمر الوطني العام، يعني كانت هناك صراعات غير مفهومة من مجموعة الأقليات ضد الأكثرية. وأعتقد أن هذا الجو خلق مناخا سلبيا لم يساعد لا المؤتمر الوطني العام على إنجاز مهامه، ولم يساعد المجلس النواب لاحقا على إنجاز مهامه. فبالتالي بيئة الاستقطاب الداخلية وعدم قدرة الليبيين على تكوين حكومات متوافق عليها تستطيع تأمين مصالح دول خارجية ودول الجوار، أعتقد أن هذه هي المشكلة الأساسية. فإذا استطاعوا بتنازلات، أعتقد كل سياسة فيها تنازلات، أن يقدموا أنفسهم مرة أخرى على أنهم دولة واحدة وأنهم يمكن التفاهم حول إطار سياسي أو إطار دستوري للانتقال من هذه الفوضى أو الصراعات الغير مفهومة أو الولاءات للخارج الغير مفهومة أيضا. فبالتالي أعتقد أن المسألة الأساسية هي ترجع عند الليبيين، لا ترجع للأمم المتحدة ولا فرنسا ولا مصر ولا الجزائر ولا الإمارات. هل يمتلك الليبيون القدرة الآن على بلورة حل سياسي برأيك؟ هم لديهم القدرة، ولكن أن التقديم يحتاجون إلى الإرادة. لا، تقديم الحل الصراعي على التوافق السياسي هو المشكلة. يعني عندما ذكرت أن الصراع أو التنافس داخل المؤتمر الوطني العام لم يكن على أساس واضح، وأن رؤساء المؤتمر الوطني كانوا من أحزاب الأقلية، فيما كانت حزب الأكثرية لم يمكن من قيام بدوره السياسي، وهذا كان انعكاس لوظيفة المؤسسة أو للتمثيل الشعبي للمؤسسة. هذا أورس نوعا من الاستقطاب لم يكن فيه هوادة منذ صدور قانون العزل السياسي في مايو سنة 2013 الذي رسخ لمزيد من الانقسامات. فبالتالي ما يحدث الآن هو أنه لم يدرك الليبيون الأخطاء الأولى التي يعني صاحبت الحراك السياسي أو الحراك الثوري أو التي أعاقت عملية بناء الدولة، وهذه هي المشكلة الأساسية. يعني لكن كيف يخرجون منها؟ يعني كان من الممكن أن يقف الليبيون صفا واحدا ضد اتفاق الصخيرات منذ البداية، وخصوصا فيما يتعلق بتشكيل المجلس الرئاسي
والمواد نعم. التي صعبة التحقيق. كان من الممكن أن يحترم رأي مجلس النواب، يحترم رأي المجلس المؤتمر الوطني في هذا الشأن. طيب. فلماذا صارعوا مثلا بنواب المؤتمر الوطني ونواب نائب رئيس المؤتمر الوطني ونائب رئيس مجلس النواب بالدخول فيها في وضع او في اتفاق سياسي وضحت غير واضح الافق يعني؟ نعم. هذه المشكله يعني. وضحت الفكره استاذ محمد، يعني اختم معك. الان يبدو ان ليبيا تدور في حلقه مفرغه، ولاءات متعدده، امم متحده تعرقل وصول الليبيين الى حل يصب في صالحهم كما تفضلت. كيف يمكن كسر هذه الحلقة المفرغة وصولا إلى إنهاء حالة المعاناة الليبية التي لا يعرف أحد ربما من العقلاء سببا لها؟ هو يبدو لي أن يعني دوامة الصراع هذه لابد أن تصل إلى نهايتها. يعني عندما يفيق الليبيون، زي ما نقول إحنا عندنا مثل يقولوا يرد الحيط، يعني رده الجدار يعني. نعم. فيبدو أن بعض الأطراف ما زالت تأمل في أن تسيطر وتهيمن بقوة السلاح، ورغم عدم امتلاكها لأي شرعية قانونية ولا دستورية، ما دام هو اعتمادا على ضخ معونات ويعني أسلحة ودعم إقليمي ودولي، ما دامت هناك أطراف تأمل في أنها تصل إلى مبتغاها غير المشروع، سيظل الصراع. لن يقبل الليبيون بسيطرة أجنبية على بلادهم، لا من خلال حكومة وفاق ولا من خلال حفتر ولا من خلال أي، لن يقبل الليبيون إلا ما تصنعه أيديهم من سلطات ومؤسسات دستورية داخلية. وأول حاجة احنا درنا خطوة درناها اللي هي مشروع الدستور. الآن نريد أن نقول للشعب الليبي كلمته في مشروع الدستور، لكن متى تهيأ هذه الظروف؟ متى تهيئ الظروف الأمنية لإقامة هذا الاستفتاء؟ نعم. هذا هو. ويبقى الجواب، يبقى جواب هذا السؤال معلقا في المستقبل. في رحم الأيام. أشكرك شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها الأستاذ محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني الليبي العام، كما أشكر الدكتور خيري عمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة سقارية. كل الشكر لكم، إلى لقاء جديد.